بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو واحد تي بي اللي تتحدث على الروتار ستاتيك، واني غادي نحاول نطبقو في المفاهيم اللي شفنا البارح، وغادي نحاول نافونسيو، يعني غادي تكون توبولوجي كبيرة شوية، وفي نفس الوقت غادي نشوفو لي زانكونفينيو ديال الروتاج ستاتيك. التوبولوجي ديال اليوم فهي غتكون تتكون من لي روتور بحال هكا، كيفما تنشوفو قدامنا بحال هكا غادي تكون، و غادي يكونو فيها لي سويتش. السويتش هذا نمسحه، دابا غادي نجيو نشوفو كل روتور اش غادي ناجوتيو فيه. هنا عندنا هاد الروتور غادي يحتاج جوج ديال لي بور سيريال، واحد لهاد الروتور واحد لهاد الروتور وواحد اترنت، اجوتيو ليه الاترنت من هنايا وجوج سيريال ونشعلوه. نجيو الروتور الاخر، هاد الروتور الاخر غادي يحتاج كذلك هنا واحد السويتش، يعني غادي يحتاج كذلك تا هو جوج سيريال، واحد من هنا وواحد من هنا وواحد اترنت، يعني اجوتيهم واحد جوج هو الاترنت. هاد الروتور كذلك غيحتاج جوج ديال لي تلاتة ديال لي سيريال صافي، باش انا نربطو مع هذا الروتور ومع هذا الروتور وبهذا الروتور. هذا الروتور غيحتاج واحد سيريال وواحد اثيرنت، هذا الروتور غادي يحتاجو جوج اثيرنت لان غادي نربطوه بالسويتش، السويتش الاخر يعني دو سويتش. الروتور كذلك جوج اثيرنت، نشعلو شعل صافي. دروك تبقى لنا العملية ديال الكابلاج فهاد البيسي لهنا، يعني هادشي صافي. هادشي بدينا تنولفو، يعني من هنا لقدام مغاديش نلقاو فيه مشكلة. هاتو كذلك هذا هو اللي تكون في الدي تي دي سي او، بعد هذا من هنايا بحالة اللعب، وداكشي ساهل داكشي. وبهاد الكابل الاخر غادي نكونو سالينا عملية ديال الكابلاج. دابا نجيو نعطيو دي زادريس ريزو هنا باش يسهلو عنا عملية ديال الكونفيكوراسيون. هاد الريزو هدا غادي نعطيو 192.168.1.1/24، يعني هذا غادي تكون 192.168.1.1/24
بوان جوج خلاص 24 192 168 بوان واحد بوان تلاتة سلاش 24 اتلانتا يرفاس في الروتور غادي يكون عنده 11 11 11 واحد سلاش 30 واتلانتا يرفاس كذلك هتكون عنده 11 11 11 جوج سلاش 30 اتلانتا يرفاس هتكون عنده 12 12 12 بوان واحد سلاش 30 وده تكون عنده 13 13 جوج سلاش 30 هاد الريزو غادي نعطيو ادرس الريزو ديال 192 بوان 168 بوان جوج بوان واحد سلاش 24 192 168 بوان جوج بوان جوج سلاش 24 سلاش 24 نجيو دابا لهاد الانترفاس غادي نعطيو ادريس ديال ادريسو كامل غادي تكون فيه عشرة بوان زيرو بوان زيرو بوان واحد سلاش ثمانية الانترفاس تكون فيها 10.0.0.2 سلاش 8 هاد الانترفاس تكون 10.0.0.3 سلاش 8 لانهم عبارة على دي ريزو اترنت يعني نفس الريزو كاينين في الشبكة دابا بعد غادي نجيو لهدا غادي نديرو ليه 192.168.3.1 سلاش 24 192.168.3.2 سلاش 24 192.168.3.3 سلاش 24 ثم عندنا هذا الريزو الاخر تكون فيه 192.168.4.1 سلاش 24 هذا الريزو 192 168 بوان 4 بوان 2 سلاش 24 وفا هذا الريزو 192 بوان 168 بوان 4 بوان 3 سلاش 24 دابا ما علينا غنبداو الكونفيغوراسيون ديالنا عندنا هاد البيسي نبدا ندخل لهم لي كونفيغوراسيون 192 بون 192.1.2 ماسك بار ديفو الجيت واي ديالو هي 192 بون 192.1.1
PC 192.168.1.3 192.168.1.1. هذا غادي يكون 192.168.2.2. كتوي ديالو 192.168.2.1. ميو 192.168.2.3. ده غادي تكون 192.168 192.168.3.2 192.168.3.1. دابا سالينا الكونفيغوراسيون ديال لي ماشين. دابا نجي نبداو بالكونفيغوراسيون ديال لي روتور. نبداو مثلا نعطيو سمية لي روتور، مثلا هذا هو R1، R2، R3. أركب R5 R6. نبداو بروتور R1. يعني كيف ديما لو كوموند دو باز انيبل كونف تي، نتاو سمية ديال R1، انترفاس فاس 0/0، نو شوت داون، اي بي ادريس ديال 192.168.1.1، ماسك ديال 255 255. سالينا مع الانترفاس فاس اترنت، دوزو انترفاس سيريال 1/0، نو شوت داون، اي بي ادريس ديال اللي هو 11 11 11 1، ماسك 255 255 252. كلوك ريت ديالها نعطيو 1 ميجا، انترفاس سيريال 2/0، نو شوت داون، اي بي ادريس 1/52، كلوك ريت 3/3،
احنا سلينا لكم في كونفيغوراسيون ديال لي انترفاس، كنا نعطيوه مود باس انيبل باسورد، نعطيوه مثلا روتور ان، نعطيوه تخوا ديال لي زان 1 2 3، ونخلو كذلك نعطيوه لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 لوجين اوف اكزيت، نديرو لي لاين VT 04 باسورد 1 2 3 لوجين، ونرجعو للمود بريفيليجي ونسجلو لي كونفيغوراسيون ديالنا. ندوزو على هاد لي روتور كاملين، نعطيهم لي كونفيغوراسيون دو باز، عاد نرجعو نديرو الروتاج. كونف تي انترفاس سيريال 0/0 نو شات داون، اي بي ادريس ديالها تنها اي بي ادريس ان سيريال 2/0 نو شات داون، اي بي ادريس 14.1 كلوك ريت 1/3/1/3، سالينا مع انترفاس سيريال 1/0 نشط داون، اي بي ادريس 1 كلوك ريت 1/3/1/3 صافي. كنا انيبل باسورد، هذا روتور ان 1 2 3 تا هو جوج ديال لي دو، لاين كونسول 0 باسورد 3 لوجين اكزيت لاين فيت باسورد 1 2 3 لوجين، ونرجعو نسجلو الكونفيكوراسيون ديالنا. نفس العملية غادي تعاود في كاع لي روتور. انترفاس سيريال 0/0 نو شات داون، اي بي ادريس 14 14 14 جوج انترفاس فاست 1/0 نو شات داون، اي بي ادريس 192.168.1 جوج واحد صافي. عطينا ادريس اي بي، رجعو انيبل باسورد روتور 3 1 2 3 لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 لوجين لاين فيديو 0 اسباس 4 باسورد 3 لوجين، نعطيو سمية نسلمو تانا سمية هوست نيم ار 3، ونرجعو نسجلو الكونفيكوراسيون. هذا تاهو معطيناه السمية نسينا
conf type host name rd. On sigilo configuration. J'ai eu le cas de l'éclair. ماسك صحيح. انترفاس سيريال واحد سلاش زيرو نو شات داون. ماسك صحيح. انترفاس فاست جوج سلاش زيرو نو شات داون. روتو ربعة نعطيو تلاتة ديال ربعة وات لاين كونسول زيرو باس واحد تلاتة لوغين سجلوا الخدمة ديالنا. سنين لي زانترفاس نخرج نعطيو لي باسورد و دير روتور سانك واحد جوج تلاتة سالينا لي زانترفاس لي باسورد مرة أخرى نفس العملية التعاود يعني ماشي شي حاجة اللي صعيبة.
دابا سالينا الكونفيغوراسيون ديال الريزو كامل، نجيو نسجل الخدمة عندنا في بيروش تي بي. دابا كاع لي زانترفاس كونفيغورين، لأننا لا جينا نتيستيو كونيكسيون ما بين لي ماشين فهي ما غاديش تكون خدام. الحمد لله من هاد الماشين نديرو بينغ ولا هاد الماشين اللي هنا الفوق 192.168.1.3، مي الروتور ما تعرفش كاع هاد الماشين هادي ما كاينش عندها هاد الريزو ديالها في الطابل تروتاج 0.4 ديال لي باكي، ما استقبل تاب باكي ضاعو ليه بربعة. يعني هنا غادي نجيو للروتار ستاتيك، غادي نحاول نطبقو الروتار ستاتيك باش نشوفو العملية كي دايرة. نبداو الروتاج من اول روتور، نمشي بانو لنا لي ريزو اللي غادي اجوتيو، هنا نصغرو باش نوفرو. طلبنا الباسورد، هذا روتور ان، يعني غادي ندخلو ليه 3 ديال تي ان. نبداو هذا روتور ار ان عندو 3 ديال لي زانترفاس ديالو اللي تنشوفو، يو شو اي بي راوت كيفما تنشوفو هنا، فعندو 3 ديال لي زانترفاس directly connected، كاين عندو هدا و هدا و هدا. دونك هاد الروتور ما تيعرفش هاد الريزو هدا اللي هنايا، يعني غادي نديرو ليه اي بي روت، الادريس ريزو ديال هاد الريزو هي 14.14.14.0، الماسك ديالها 255.200 بوان 200 بوان 0 بوان 252. إلا بغا يمشي ليه خاصو يخرج من سيريال 1/0. ها نشوفو دابا غادي نديرو بينك على هاد الروتور هذا اللي بعيد على هنا، نشوفو واش غادي يخدم. يو بينك بوان جوج خصنا نديرو هنا، خطأنا في الماسك، نديرو اي بي بيروت يخرج دام سيريال 1/0. إذا نعطيو اي بي روت 14.14.14.0، الماسك ديالها 205 يخرج من سيريال 1/0. دوبين 14.14.14. نشوفو بأنه خدم. دابا هو هاد الروتور ار ان تعرف دابا هاد الريزو، خاصنا نعرفوه كذلك بهاد الريزو هذا. باش اننا نعرفوه بهاد الريزو الاخر غنديرو ليه كذلك اي بي روت 192.168.2.0 للماسك ديالو 255.200 بوان زيرو، باش انه يوصل لهاد الريزو هذا خاصو يخرج من هاد البور ديال سيريال 1/0.
ديرو عاوتاني بينك لهاد الماشينة ديال الماشينة ديال اللي هنا الفوق 192 بوان 168 بوان 2 بوان 2 هادو البينك المرة التانية هنا عندنا مشكل فين كاين المشكل علاش ما تيخدمش لنا البينغ اجيو نشوفو سيميلاسيون علاش باش نعرفو علاش فهاد الروتور بغا يصيفط لهاد الروتور باكيتا توصل لهاد الروتور هاد الروتور عشر ريزو لاخر يصيفط عليه باش ترجع فهو ما عارفش الطريق يعني هنا توقع عليه مشكل ديال هاد الريزو هذا هاد الروتور هذا عارف هاد لي ريزو ولكن هاد الروتور الاخر تروا ما عارفش هاد لي ريزو اخرين داك الشيء باش خاصنا حتى هو حتى نديرو ليه الروتاج عاد غادي يولي عارف المهم بعد ما اجت هنا لادريس ريزو في طاب الروتاج ديالو نجيو قلنا هاد ريزو الاخر اي بي روت 13 13 13 بوان 0 باش انه يوصل لهاد الريزون نختارو لي مثلا يخرج من سيريال واحد سلاش زيرو نيت سالينا معاه قلنا هاد الريزو ديال عشرة عشرة بوان زيرو بوان زيرو باش يوصل لي يخرج من سيريال جوج سلاش زيرو وعندنا كذلك الريزو ديال 192 168 بوان 3 بوان 0 للماسك ديالها هو هدا الماسك ديالها 24 باش يوصل ليها خاصو يخرج من سيريال جوج سلاش 0 وعندنا كذلك الريزو 192 168 بوان 4 بوان 0 باش يوصل ليها خاصو يخرج من 200 هاتي الماسك باش يوصل ليها خاصو يخرج من سيريال جوج سلاش زيرو هاتي نشوفو طابلو روتاج خاصنا نلقاو فيه ستة سيريال جوج تلاتة ربعة خمسة خاصنا واحد الريزو أربعتاش كاين عندنا هنايا 14 14 14 هو و 192 خرج جوج واحد ها هو 13 ها هو 10 ها هو تلاتة واحد تلاتة زيرو هاهي خاصنا أربعة زيرو 192 168 أربعة زيرو هاهو هما كاملين كاينين واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة دابا سالينا مع هاد الروتور هدا نجيو دابا روتور دو نفس العملية روتور دو توا خاصنا نعرفو على كاع لي ريزو الاخرين واحد جوج تلاتة روتور دو
ما تعرفش الريزو 192.168.1.0، يعني غادي نقولو له اي بي روت 192.168.1.0 للماسك ديالها 255. دوك روتور دو ما تعرفش هذا الريزو، هذا خصنا لادريس ريزو ديالو، هي دي اللي عطيناه باش انه يوصل ليه، خاصو يخرج من هاد الانترفاس سيريال 00. صافي، ونعرفو كذلك بهاد الريزو ديال 1200 اي بي روت. باش يوصل ليه يخرج مثلا من سيريال، باش يخرج ليه قلنا يوصل من سيريال 00. هاد الروتور ما تعرفش هاد الريزو ديال 192.168، خاصنا نديرو ليه اي بي روت 192.168.2.0 للماسك هو 24، باش يوصل ليه يخرج من السيريال 2/0. دابا هو تعرف هاد الريزو، تعرف هاد الريزو، تعرف هذا الريزو، كان الريزو 10 اي بي روت، باش يوصل هذا الريزو 10 خاص يخرج من سيريال 1/0. كان الريزو 192، نديرو لك كذلك اي بي روت 192.168.3.0 الماسك على 24، باش يوصل لهاد الريزو خاصو يخرج من سيريال 1/0. قلنا كذلك الريزو الاخر 4/0، ونديرو ليه دو شو اي بي، سنلقاو فيه كذلك 6 ستاتيك، ها واحد أجوج ثلاثة ربعة خمسة ستة. صافي، معنا دابا إلا نسجل الكونفيكوراسيون ديالنا، نجيو الروتور التالت. نوت باس ديالو 3 ديال 3، انيبل 1/2/3، كونفتي. هاد الروتور دابا هنا ما تعرفش هاد الريزو ديال 11، غادي نديرو ليه اي بي روت 11.11.11 للماسك على 30. باش انه يوصل لهاد الريزو خاصو يخرج من سيريال 0/0. هادو الرجعتين دابا من بعد ما عرف ادريزو ديال 11 خاصنا نعرفو ادريزو ديال 192.168. اي بي روت 192.168.1.0 باش يوصل ليه يخرج، ديما هو عندو انترفاس واحد متعلق بالشبكة هو سيريال 0/0. اي بي روت شكون اللي بقى لنا، درنا هذا الريزو ديال 11، درنا هذا خاصنا نعرفوه بالريزو 13.13.0 خاصو يخرج من سيريال 0/0. خاصنا نعرفو كذلك بالريزو 12، شو يوصله يخرج من سيريال 0/0. دابا هو تعرف ريزو 11، تعرف ريزو 192.168، تعرف الريزو 12، تعرف الريزو 13، نعرفوه بالريزو 10 اي بي روت 10.0.0 الماسك على 8، نعرفوه كذلك
بالريزو 192.168 بوان 3 بوان 0 للماسك 255. ونعرفه بالريزو الاخر اللي فيه 4.0. دابا خاصنا نلقاو 7 ديال لي سوريزو. دو شو اي بيروت 1 2 3 4 5 6 7. صافي، يعني ها الكونفيغوراسيون عندنا صحيحة. سجلو ونخرجو. سالينا من الروتور 3، دوزو الروتور 4. ثلاثة ديال 4 هوات، 1 2 3 انيبل، 1 2 3 كونف تي. الروتور كذلك، الروتور ما تعرفش الريزو 11 باش انه يوصل لي، حتى مثلا يخرج السيريال 1/0. ما تعرفش كذلك هاد الريزو ديال 192.168. الماسك على 24 باش يوصل ليها، غادي يخرج من سيريال 0/0. وما تعرفش كذلك الريزو ديال 14. باش يوصل ليها غادي يخرج من سيريال 1/0. وما تعرفش الريزو ديال 192.168. بوان جوج بوان زيرو. باش يوصل ليها غادي يخرج من سيريال 1/0. دابا عرفنا بهاد لي ريزو 192 وحداش وربعطاش ومية وتنين لي فيها جوج واحد. الريزو ديال 10 تيعرفو لأنه عنده قالي هاد لي دو ريزو. يبير اوت 192.168.3.0 للماسك 255 باش يخرج ليه. وصل ليه غادي يخرج من هنا. غادي نديرو النوع التاني ديال الروتاج ستاتيك. ما غاديش نديرو الروتاج ديال الانترفاس تصورتي، لان هنا عندنا سويتش كما تنشوفو. عندنا سويتش لاتنا اللي هنا، انا تعطينا انترفاس صورت ليا فاست 2/0. فاش غادي يخرج خاصو نعطيه ادريس ديال الانترفاس الاخر اللي من غادي يصيفط. يعني غادي يخرج غادي يقلب هنايا وغادي يعاود يرجع يقلب على ادريس اي بي كوريسبوندون. يعني غادي يكون في واحد الروتر. هنا غادي نديرو الروتر ستاتيك ترونسون سويفو. يعني غادي نعطيه الانتر ادريس ديال الانترفاس سويفو. وحنا قلنا باش انا نمشيو الريزو 192.168.3.0 خاصنا نمشيو لانترفاس 10.0.0.2. داك الشيء نعطيو 10.0.0.2 صافي. وباش انا نمشيو للريزو الاخر اي بي روت، غادي ندير الريزو الاخر ديال 192.168.4.1 للماسك ديالو على 24. غادي نصيفطو على 10.0.0.3. لا مشكل في الادريس 192.168.4.1. خاصنا نعطيو ادريس ريزو ماشي ادريس اي بي 192.168.4.0. صافي. ونقولو دابا شو اي بي روت. خاصنا نلقاو 6 ديال لي ريزو تزادو في الطابل بروتاج. 1 2 3 4 5 6 صافي. دابا كونفيغوراسيون عندنا كذلك صحيح. نجيو للروتور 5
ثلاثة كونفيغوراسيون تاهو نعرفوه بكاع لي ريزو اللي ما كيعرفش هو هذا ريزو ديال 192 162 يعني اي بي راوت باش انه يوصل لادريزو ده خاصو يرمي لي باكي ديالو لادريس ديال 10 بوان 0 بوان 0 بوان 3 مكملناش الماسك. دابا عرفنا بهاد الريزو، الريزو 10 هو تيعرفو لانه عندو فيه ادريس، يعني خصنا نعرفو بهاد لي ريزو الاخرين. يبيروت باش انو يوصلهم خاصو يلوح لي باكي ديالو لعشرة بوان زيرو بوان زيرو بوان ان. يبيروت ريزو 13 عرفو، غادي ندخلو دابا 12 نعرفه بالريزو 11 دابا تعرف 108 تعرف 4 و 1 وتعرف 12 و 13 و 11 نعرفه دابا 192 162 1 و 1 168 192 1.0 ماسك 24 يلوح لي باكي ديالو 10 1 ونعرفو بريزو 14 اي بي روت 14 14 0 ونعرفه بالريزو 2 1 نشوف الجوز ده ديال الريزو زادو تعتبرو 2 1 جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة عندنا 7 نحسبو لي ريزو اللي عندنا 1 جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة فعلا 7 ديال لي ريزو اللي عندنا. نسجلو الكونفيغوراسيون ديالنا قلنا اخر روتور نعرفو بالريزو اللي قريب لي بعدا اللي هو 192 168.3.0 ماسك 24 الى بغا انه يوصل ليه لي زانفورماسيون خصو يلوحو في 10.0.0.2 عندنا اي بي روت ما تعرفش 13 الا بغا يوصل ليه خاصو يلوح ل 10.0.0.1 خاصو كذلك اي بي روت خاصو 12 وخاصو يعرف 11
دابا تعرف 11 و 12 و 13 وتعرف هذا قلنا الدرجة الاخر للفوق. هلا رزقتين 14 بيروت رزق 192 168 بون جوج بون زيرو. شوفوا ده بالطابة الروتاج واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صافي. هو هذاك الكونفيغوراسيون ديالنا سالت. نجيو دابا من هاد الماشين بينغيو على الماشين هادي اللي الفوق. بينغ 192 168 بوان واحد بوان جوج تنشوفو بأن البينغ خدم لينا مزيان. نشانجيو بينغيو على 192 جوج ثلاثة بينغ 192 168 بوان جوج بوان ثلاثة. لي باكي ديالنا خدمو مزيان. نجي نشوفو سيميلاسيون كيفاش يدير باساج ديال لي دوني. هذا بغا يكومينيكي مع هذا تيسيرت باكي ديالو سويتش. السويتش تيعرف الانترفاس فين غادي يلوح لي باكي ديالو ومن بعد تصل السويتش الاخر سر الروتور تتوصل لي ومن بعد تتوصلنا للماشين تعاود ترجع للسويتش الروتور. ومن بعد تترجع لنا سكسيفل لو ان هذا كوميني كما هذه شيء التوبولوجي ديالنا هنا تتبنى بانها خدامة مزيان. هنا تنكونو سالينا الروتاج ستاتيك وكيف ما شفنا فالروتاج ستاتيك باش اننا نصايبو يعني انه شدنا وقت كبير. يعني شو شحال حنا خدامين وكل روتور خاصك تعرف على لي ريزو الاخرين اللي معاه وكل روتور تعطيه كاع لي زادريس ديال لي ريزو اللي كاينين معاه في التوبولوجي. يعني تنشوفو بان هنا العملية شوية صعيبة. لو اننا بغينا نكونفيكور روتور على حساب لي زادريس ديال العالم كامل فشحال خاصنا ديال لي زادريس ناجوتيو ليه. من هنا تيبان بان الروتا ستاتيك يعني شوية صعيب. هنا خاصنا نشوفو شي حل اللي سهل لنا عملية الروتاج وهو بما يسمى بالروتاج ديناميك وهو اللي غادي نتعرفو عليه ان شاء الله في الحلقة الجاية. حتى هنا توصلوا لنهاية هذه الحلقة. شكرا على المتابعة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.